مساء الخير. طقس خريفي مستقر ودافئ نسبيا عم بيسيطر على اجواءنا ورح يستمر للايام القادمه. اذا جو قليل الغيوم لبكره وكيف رح تتسجل درجات الحراره بمختلف المناطق اللبنانيه بنشوف سوا. نبدا من عكار اللي عم بتسجل 28 درجه، طرابلس، بيروت وصور عم بيسجلوا 29، ننتقل الى بعلبك اللي عم تسجل 27، اللقلوق 18، زحله 27 وجزين 25 درجه. نسبة رطوبة ساحلا توصل لل 65%، الريح السطحية الشمالية إلى الشمالية شرقية بتتراوح سرعتها بين 10 وال 35 كيلومتر بالساعة، أما حال البحر فمتوسط ارتفاع الموج. إذا شو هي الأجواء بانتظارنا للأيام القادمة؟ للتنين والثلاثة جونا مستقر ودافئ نسبيا ودرجات الحرارة عم بتكون فوق معدلاتها الموسمية وبتسجل 29 درجة لنهار التنين و 28 درجة لنهار الثلاثة. للأربعاء والخميس بتابع الطقس الخريفي المستقر مع انخفاض بسيط بدرجات الحرارة ل 27 درجة على الساحل. وصلنا لختام صفحة الأحوال الجوية لليلة، لاقوني بكرة بنشرة جديدة وبذات الوقت، تصبحوا على خير.